السلام عليكم شباب، معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نتحدث عن الدراج اند دروب. احنا عندنا هون تو ليست بوكسز، ليست بوكس 1 والليست بوكس 2. بدنا نتعلم كيف نسحب المواد من الليست بوكس 1 الى الليست بوكس 2 عن طريق الماوس. اول شيء بدنا نيجي نعرف في البرايفت، بدنا نحكي له source index و target index، نوعهم integer. اوكي، بعدين بنروح على list box 1، بنروح على ال drag mode، بنخليه automatic مش manual، هذه اهم خطوة بدنا نعملها. بعدين بنروح على events تبعت ال list box 1، بنروح على on mouse down دبل كليك، بنيجي هون نعرف var، نعرف variable اسمه point، نوعه t point. اوكي، بعدين بنحكي له ال point dot x equal x وال point dot y equal y. يعني احنا اخذنا احداثيات كبسة الماوس اللي احنا كبسناها، ال x وال y اللي هم مزودين اياهم هم هون. اوكي، بعدين بنيجي بنحكي له ال start او source index بساوي ال list box 1 dot item at position، البوزيشن اللي هو البوينت اللي احنا اخذنا احداثياتها. فاصله existing، هلا هذه الاكزيستنج اذا حطيناها ترو، فاذا كان الايتم اندكس اللي احنا كابسين عليه موجود فعلا مش كابس انا على فراغ، فهو راح يعطينا اياه الايتم اندكس تبعه. اذا كان غير موجود وحطيناها ترو راح يعطينا ماينس 1. فاحنا لكن اذا حطيناها فولس فهو راح يسوي دراج لاخر اندكس موجود في الليست. خلينا نسويها ترو ونجرب شو بده يعطينا. هلا احنا لما كبسنا في الماوس على الليست بوكس اخذنا الايتم اندكس تبعه. اوكي، طيب نرجع للديزاين. هلا بدنا نروح وين كمان؟ على الليست بوكس 2 بدنا نيجي نحكي له on drag over if السورس اللي احنا باعتين منه ساحبين منه بيساوي list box 1 then accept، يعني اقبل الدراج الدروب عليه equal true. لكن اذا كان مش list box 1 انا بسحب من مكان تاني مش راح يقبل ان نسوي عليه دراج. هلا لما نيجي بعدين بنعطيه على نفس الليست بوكس 2 مش 1، ها اون دراج دروب. اوكي، بنيجي نفس الطريقه هون بنعرف له البوينت كوبي وبننسخها نفس الطريقه، ولكن هون بتصير التارجت اندكس. اوكي، التارجت اندكس بتساوي ليست بوكس 2 item at position، هو بنحطها فولس اجباري لانه مش راح نعطيه انه يسوي insert على item index minus 1. اوكي، طيب هذا كله بدنا نحطه في جملة شرط، يعني الشرط بنحط عليه انه if source equal list box 1 then اعمل لي كل هالحكي. بيجن نزيحهم ونعطيه اند. اوكي، طيب بعد ما اجينا اخذنا التارجت اندكس شو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نحكي له الليست بوكس 2 دوت ايتمز دوت
انسرت. انسرت وين؟ انسرت على التارجت اندكس فاصلة. شو بدنا نجيب له؟ نسوي له انسرت من الليست بوكس 1 دوت ايتمز. بنفتح قوسين مربعات وبنحط له السورس اندكس. اوكي، هلا نيجي نجرب. مسكنا الايتم 2 3 هذا وسحبناه هون، هاي جاب لنا الايتم 3 ممتاز. جبنا الايتم 6 وسحبناه هون جاب لنا اياه ممتاز. طيب اجينا كبسنا هون على الفراغ وسحبنا هون حيعطينا ايرور. هاي اعطانا ليست اندكس اوت اوف باوندز ماينس 1، لانه اعطانا وقتها السورس اندكس ماينس 1، لذلك لازم هون السورس اندكس نعطيه فولس او بنخليه ترو. وبنحكي له هون في الدراج دروب اف سورس اندكس ايكوال ماينس 1 then exit. ما تعمل له شيء، يطلع من كل البروسيجر. فاذا احنا سوينا هيك وسحبنا ايتم 3 هيو سحبه، لو سحبنا من الفاضي هون وحطينا هون ما عمل شيء. طيب لو هنا احنا نيجي نمحي الايتم من الليست بوكس 1 بعد ما نضيفه في الليست بوكس 2، نحكي له ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت ديليت ل اللي هي السورس اندكس. فاذا هلا اجينا سوينا رن وسحبنا الخمسه لازم يحطها في الليست بوكس 2 ويمحيها من ليست بوكس 1. ممتاز، هي محاها. هي الثمانيه سحبناها، والاربعه بدنا نيجي نحطها بين الخمسه والثمانيه. هي حطها بين الخمسة والثمانية، التسعة حطها بين الأربعة، الخمسة والأربعة. هي حطها، يعني إحنا أخذنا الإندكس تبع الليست بوكس 1 وأخذنا الإندكس تبع الليست بوكس 2. لاحظوا أنا عمالي بسحب على الفراغ هون تحت، فهو راح ياخذ تلقائي آخر أيتم إندكس موجود. فهي سحبه بهالطريقة. طيب هل بصير أنا أسحب مادة أجيبها من أشيلها من هون أحطها بمكان ثاني؟ لو مثلا بدي احطها بإديت بوكس او بدي احطها باي شيء اخر او بليبل برضه بصير. خلينا نيجي نجرب، نمسك هاي إديت ونحطها هون ونيجي نحكي له هون اون دراج اوفر اف ليست اف سوري سورس equal list books 1، وهي بنحطها هيك or source equal list books 2. شو بده يعمل لنا؟ accept equal اترو. يعني هون احنا سمحنا له انه يسحب من الليست بوكس 1 ومن الليست بوكس 2. طيب اون دراج دروب، في الدراج دروب بدنا نعمل نفس الطريقه، بدنا ننسخ اللي هي هذه البروسيجر كله مع شويه تغييرات. فاذا بنحكي له هون اف سورس نفس الطريقة هاي ايكوال بننسخ هاي عشان نختصر الكود ليست بوكس 2. لا بدنا نفصلهم عن بعض. هلا اف سورس ايكوال ليست بوكس 1، اذا البوينت بدناش التارجت بوينت، هذا الحكي كله ما بدنا اياه، وهذا ما بدنا اياه، وهذا كله بدنا نيجي نحكي له ال edit 1 dot text بتساوي ال list books 1 dot items ل السورس.
تمام. هلا else if source equal list box 2، إذن بدنا ناخده من الليست بوكس 2. طيب هذا بحتم علينا شغلتين، هذا بحتم علينا شغلتين، بحتم علينا ناخذ الماوس داون تبعت الليست بوكس 2، هاي كوبي هون، بدنا نيجي نحكي له الماوس داون، وهذا بنغير الليست بوكس 2، وبحتم علينا كمان انه نغير هذه لاوتوماتيك الدراج مود، هاي الدراج مود تصير اوتوماتيك عشان نقدر نسحب منها. ضل اشي نغيره؟ ما ضل اشي نغيره. هلا بنسوي ران، اعطانا ايرور. مش سورس، هذه سورس اندكس، ونفس الشيء هون سورس اندكس. نيجي نسحب من هون ايتم 5 نحطها فوق الايديت، هي اعطانا ايتم 5، نعطيه ايتم 8 اعطاه ايتم 8. هلا نيجي نسحب هون كم وحده، نيجي نحكي له ايتم 10 نسحبها هون، هي جابها ايتم 10، ايتم 2، ايتم 9. هينا احنا قدرنا نسوي دراج من اي ليست بوكس من هون الى الايديت اللي موجودة هون. نفس الطريقة إذا إحنا بدنا نحط على كابشن برضو بصير، على ليبل برضو بصير. طيب لنفرض إنه إحنا بدنا نيجي نزيح هذه، نصير نحرك المواد اللي هون، الأربعة هاي ننزلها لتحت، الثلاثة ننزلها تحت، نطلعها لفوق، نلعب فيهم زي ما إحنا بدنا. بدنا نغير بطريقة أخرى. هلا إحنا عنا هون بالليست بوكس 1 معطينه الدراج مود اوتوماتيك، خليها زي ما هي. نيجي لهون، هلا احنا هون بس معطينه الاون ماوس داون فقط، اخذنا السورس اندكس. طيب بدنا نيجي نحكي له هلا اون دراج اوفر او اون دراج دروب او اون، فهون نحكي له اون دراج اوفر اف السورس ايكوال ليست بوكس 1 تن accept equal true. يعني اذا انا عمالي بحرك من نفس الليست بوكس اذا انا accept الدراج اوفر. طيب بالنسبه للدراج دروب شو بدنا نعمل في قلب الليست بوكس 1؟ هون اللي بدنا نلعب فيها، بدنا اول اشي ناخد الاحداثيات كالعاده، ها كوبي، وهي سوينا لها هون بيست، لكن هون بدها تصير ايش؟ مش السورس اندكس، بدها تصير التارجت اندكس. اوكي، واخذنا الليست بوكس، اخذنا التارجت، وبرضه هون بدنا نيجي نحكي له اف السورس ايكوال ليست بوكس 1 بيجن اند. فاذا احنا في الاون ماوس داون اخذنا احداثيات السورس اللي هي هذه هون، هيها اخذنا احداثيات السورس، اخذنا الايتم اندكس تبعها، وفي ان اون الدراج اوفر قلنا له اذا كان الليست 1 ليست بوكس 1 هو السورس ذن اكسبت. في الدراج دروب بدنا نيجي نعطي ناخذ احداثيات التارجت، فهلا احنا صار عندنا احداثيتين التارجت والسورس، فبنيجي بنحكي له ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت موف الكرنت اندكس والنيو اندكس. الكرنت اندكس اللي هو السورس اللي اخذناه، فاصله، النيو اندكس اللي هو التارجت اللي هو هلا اخذنا اخر شيء. خلينا نجرب هلا، هاي عندنا رقم 2، اجينا حركناه لتحت صار بعد 7، هي رقم 5 بدنا نحطه بين 8 و9، لا صار تحته، هاي بين 8 و9،
هاي الثلاثة بدنا نحطها فوق الثمانية عشان ياخذها. هاي اوكي، جينا نرفع الأربعة بدنا نحطها فوق التنين، هيها اجت. فهيك احنا قدرنا نرتب زي ما احنا بدنا بالليست بوكس. اذا تعلمنا كيف نرتب في الليست بوكس الوحدة، كيف نسحب من ليست بوكس لليست بوكس، كيف نسحب من ليست بوكس لإديت. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وما تنسونا من اللايك والشير ومن السبسكرايب. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.